إيران أشعلت الموقف مرة أخرى مع المملكة العربية السعودية، وهذه المرة الأمور والتفاصيل والتصعيد يأتي عبر العراق. كل هذا جاء بتفاصيل من الأسوشيتد بريس كما تلاحظون يوم أمس عن طريق 5 مسؤولين عراقيين، بعضهم مسؤولين في الحكومة العراقية والبعض الآخر مسؤولين في أحزاب سياسية والبعض منهم حتى من جهات مسلحة مقربة من إيران مطلعين على التفاصيل. ما تحدثت عنه الأسوشيتد بريس في مسألة وتفصيلة ما جرى، أكدت الوكالة وأكد هؤلاء المسؤولين بأن رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شيع السوداني في زيارته الأخيرة إلى طهران اجتمع بعدد من المسؤولين الإيرانيين وطلب واستفسر من هؤلاء المسؤولين الإيرانيين حول مسألة استئناف المحادثات بين إيران وبين المملكة العربية السعودية في العاصمة العراقية بغداد. فالعراق يقود العديد من المحادثات كما نعلم منذ العام الماضي، وصلت إلى 5 جولات، انتهت الخمس جولات بنجاح كبير كما تم الإعلان عنها، ووصلنا إلى الجولة السادسة والعراق يحاول عقد هذه الجلسة السادسة من أجل إبقاء الأمور على مستوى التهدئة في الشرق الأوسط قدر الإمكان ومحاولة تقريب وجهات النظر لكي يكون الشرق الأوسط بشكل عام هادئا. المشكلة الكبيرة وما ثبت في هذه الوكالة المهمة جدا، وكالة الأسوشيتد بريس، بأن المسؤولين الإيرانيين أبلغوا السيد محمد شيع السوداني بأن المملكة العربية السعودية تتدخل في التظاهرات كثيرا عن طريق وسائل الإعلام الخاصة بها، فوسائل الإعلام الخاصة بها وتحديدا القنوات المدعومة سعوديا كما تحدثوا هي التي تتدخل في هذه التظاهرات، أججت من الموقف، لعبت دورا بارزا في التحريض الأجنبي الذي يأتي على هذه التظاهرات. على هذا الأساس لن نقبل أبدا مقابلة أي مسؤول سعودي، و هنا توقفت المحادثات. وهذا قد يفسر الكثير، لماذا لم نرى حتى هذه اللحظة أي موعد لجولة السادسة التي من المفترض أن تنعقد بين الطرفين في بغداد. وهذا الموقف طبعا وجدته الأسوشيتد بريس والمسؤولين الذين صرحوا من دون ذكر اسمهم بسبب أنهم ليسوا وليس مصرحا لهم بعملية الحديث لوسائل الإعلام بهذه القضية الحساسة للغاية، بأن الأمور ستعود للزعزعة مرة أخرى في هذه المنطقة. المسألة ليست مرتبطة فقط بالسيد محمد شيع السوداني وزيارته الشهر الماضي، بل إن الأمور مستمرة حتى هذه اللحظة بحسب ما نشرته الوكالة. وما هو مثير أيضا بأن الحوثيين قد دخلوا على الخط يوم أمس، تزامنا مع هذا التقرير بدأت تتحدث جماعة الحوثي بأننا لن ننتظر حتى النهاية في مسألة الهدنة التي يعني انتهت من قبل ما يقارب شهرين ونصف. نحن في مرحلة لن نصل بها لا إلى هدنة حقيقية، لا إلى اتفاق حقيقي، ولا وصلنا إلى مسألة الحرب. وعلى هذا الأساس بالنسبة إلينا سنتخذ عددا من الإجراءات، وهنا طبعا الإجراءات قد تأتي ضد المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية والمنشآت النفطية حتى في الإمارات العربية المتحدة. في ظل هذا الخلاف الذي نتحدث عنه، التصريحات التي جاءت من جماعة الحوثي كما تلاحظون جاءت بهذا الشكل من هذا المجلس السياسي الأعلى الذي قالوا والذين قالوا بأن حالة لا سلم ولا حرب التي نقف بها الآن لن تستمر، لن ننتظر، سنتخذ إجراءات. هذا التهديد يعتبر خطيرا للغاية. لماذا؟ لأننا الشهر الماضي كما تلاحظون في الوول ستريت جورنال كانت قد كشفت بأن عددا من المسؤولين السعوديين أبلغوا وشاركوا معلومات استخبارية مع الولايات المتحدة الأمريكية بأن هنالك هجوما قادما على المنشآت النفطية الموجودة في المملكة العربية السعودية. الشهر الماضي الجميع كان مستعدا ورفع حالة التأهب للتحضر لهذا الهجوم، لأن أساسا جماعة الحوثي كانت واضحة في تهديداتها ضد المنشآت والبنى التحتية النفطية الموجودة في السعودية وحتى في الإمارات العربية المتحدة عن طريق العميد يحيى سريع، الرجل المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية المتمثلة بجماعة الحوثي، قال بأنهم ومنحوا الشركات النفطية التي تعمل في السعودية والتي تعمل في الإمارات بأن عليكم مغادرة البلدين لأننا سنبدأ بعملية الاستهدافات. لذلك هذه القضية دخلت في نقطة خطيرة للغاية. على هذا الأساس نحن أمام إغلاق للمحادثات بين المملكة العربية السعودية وإيران برفض من إيران في هذه المسألة، وأيضا أمام هذه التهديدات التي بدأت تظهر من جماعة الحوثي. وعلى هذا الأساس طبعا بالنسبة لي الأسوشيتد بريس ثبتت ما يأتي حول ما صدر من الإيرانيين تجاه رئيس الوزراء العراقي، وقالت الآتي:
الإيرانيون أخبروا السوداني أنهم لن يجتمعوا مع نظرائهم السعوديين، واتهموا المملكة بدعم الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في إيران من خلال القنوات الإعلامية الممولة سعوديا. وهذه طبعا تعني ببساطة بالنسبة للغرب بأن إيران تريد استمرار والاستمرار في عملية إشعال المنطقة، وذلك لنقل التركيز مما يجري في التظاهرات الموجودة في الداخل الإيراني التي دخلت في شهرها الرابع وهي في تصاعد وفي تصعيد مستمر، وحتى هذه اللحظة النظام الإيراني لم يتمكن من السيطرة على هذه التظاهرات بالكامل، وبالتالي لنشعل الموقف مع السعودية، لنشعل الموقف مع الإمارات العربية المتحدة، لنبقي الأمور متوترة مع إقليم كردستان، وكلنا نعلم ما جرى في الفترة الأخيرة من توترات بين إيران وبين إقليم كردستان من تدخلات برية، من ضربات بالطائرات المسيرة والصواريخ أيضا في نفس الوقت. والأمر الأهم والخطير بأن إيران الآن بدأت تصعد الموقف بشكل خطير في سوريا، صدق أو لا تصدق، المشتعلة. وهذه طبعا جاءت بعدد من التفاصيل التي صدرت من وكالة أو موقع أكسيوس الأمريكي الذي تحدث مؤخرا بأن عملية الانسحاب الروسية المستمرة مع الحرب الروسية الأوكرانية لكي يذهبوا لهذه الحرب هي مكنت الإيرانيين، مكنت الفصائل المسلحة الموالية لإيران من أن يكونوا بشكل مكثف في هذه المنطقة ويزداد نفوذهم في سوريا. ووجد المسؤولين الإسرائيليين بأن قد يكون هنالك تمكينا من قبل الروس للإيرانيين في هذه المنطقة لكي يضغطوا عليهم، على الإسرائيليين تحديدا، لأن الإسرائيليين يساندون الأوكرانيين في الحرب ضد روسيا. على هذا الأساس نواجهكم هنا في هذه المنطقة تحديدا. وكلنا نتذكر أن الهجمات الإسرائيلية تكثفت كثيرا وأصبحت خطيرة للغاية في الفترة الأخيرة. الشهر الماضي كنا أمام ضربة لقافلة كانت قادمة من إيران إلى العراق إلى سوريا، وكان من المفترض أن تصل إلى لبنان، ولكنها بمجرد ما دخلت إلى سوريا تعرضت إلى ضربة إسرائيلية. إسرائيل اعترفت بهذه المسألة عن طريق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي مؤخرا. وأيضا كنا الأسبوع الماضي أمام ضربة في الميادين غامضة، أيضا وجهت أصابع الاتهام للإسرائيليين، بل صدق أو لا تصدق يوم أمس، بل في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم، كنا أمام ضربة في العاصمة السورية دمشق، ضربت عددا من الأهداف، وطبعا كانت هنالك لقطات كما تلاحظون بهذا الشكل من الضربات وتصدي الجيش السوري للصواريخ الإسرائيلية التي انطلقت وحاولت التصدي للضربات الإسرائيلية. وكالة الأنباء السورية الرسمية اعترفت بهذا الأمر. المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد العديد من التفاصيل مما جرى هنا بالقمر الصناعي. إذا ما حاولنا أن نعرف بسرعة ما الذي جرى، نقترب من هذه المنطقة تحديدا توقف قليلا هنا. فبالنسبة لوكالة الأنباء السورية كانت قد أكدت بأن الإسرائيليين والطائرات الإسرائيلية كانت قد ضربت وحلقت أو وقفت فوق بحيرة طبرية التي ترونها هنا، أو فوق الجولان هنا كما تلاحظون، ووجهت الضربات للعاصمة السورية دمشق التي شهدت 4 انفجارات مدوية للغاية. لم تكن هنالك كثير من اللقطات عدا اللقطة التي رأيتمونها الآن. إذا ما اقتربنا من العاصمة السورية دمشق وحاولنا أن نتوقف هنا ونحاول أن نكبر الصورة قليلا، فالمرصد السوري لحقوق الإنسان كان قد أكد بأن هذه الضربات هي جاءت في نقاط مهمة، جاءت كما تلاحظون، ودعونا أن نغير هذه هنا بهذا الاتجاه، فإن المنطقة التي ضربت هي جاءت بين مطار دمشق الذي ترونه وبين السيدة زينب. هنا السيدة زينب ومنطقة السيدة زينب، في هذه المناطق تحديدا جاءت الضربات. المرصد السوري حدد حتى المناطق التي ضربت وتحدث عن منطقة نجهة، هي كانت إحدى النقاط التي ضربت، وكذلك منطقة مهمة أخرى وهي منطقة الحبدلية، هي المناطق التي تعرضت للقصف يوم أمس، وكان القصف قد طال مخازنا مهمة أو مخزنا واحدا لحزب الله اللبناني تحديدا، وهي التي كانت تعتبر ضربة من الضربات المؤثرة، وبالتالي هذا المخزن أو المخزن أو المستودع تحديدا الذي تعرض لهذه الضربة هو قد دمر بالكامل، دمرت المزارع بجانبه. وأيضا بالنسبة للسوريين كانوا قد تحدثوا، وكالة الأنباء السورية تحديدا، بأن كان هنالك جريحين من الجيش السوري، ولم يتحدثوا بعد ذلك أو لم يتحدثوا عن أي قتلى، ولكن المرصد السوري لحقوق الإنسان قال بأن هنالك عنصرين
من حزب الله اللبناني، ليس من الجنسية السورية، كان أيضا قد قتل، ولكن الأمور تنتهي إلى هذا الحد. التفاصيل التي نشرها أيضا معهد ألما الإسرائيلي وبعض المراقبين الموجودين في سوريا تحدثوا بأن الضربات هي كانت قد جاءت بسبب شحنات للسلاح إيرانية مكثفة في الفترة الأخيرة، كانت قد وصلت إلى مطار دمشق، إلى مطار حلب. نتحدث في 18 ديسمبر، قبل يومين، قبل 48 ساعة، وفي 19 ديسمبر، وهو الأمر الذي جعل السرب الإسرائيلي المعروف النحشون شافت 122 أن يختفي تماما عن الرادارات. وهذا ما أوضح للجميع من المراقبين بأن هنالك ضربة قادمة تجاه الشحنات الإيرانية، وفعلا كنا أمام هذه الضربة. بالتالي إيران تصعد الموقف، تصعب الأمور من أجل حرف الانتباه والتركيز وجعل قضايا أهم من القضية التي تجري في الداخل الإيراني، ألا وهي مسألة التظاهرات الداخلية. والولايات المتحدة الأمريكية المشكلة رغم كل هذه الظروف إلا أنها تستمر في التركيز على هذه التظاهرات. كان هذا الأمر واضحا من تركيز ومن تصريحات روبرت مالي المبعوث الأمريكي الخاص لإيران. الرجل كان قد وضح مؤخرا بهذا الشكل بأن الولايات المتحدة الأمريكية الآن لا تركز على مسألة العودة للاتفاقية النووية، وأنها تركز على التظاهرات تحديدا. هذا هو الأمر الأهم، وكذلك السلاح وطائرات أو الطائرات المسيرة الإيرانية التي تهربها إيران لروسيا لكي تستخدمها في الداخل الأوكراني. وهذا على الرغم من أن إيران قد تقدمت ورفعت تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 60% في منشأة فوردو، وبالتالي أصبحوا يخصبون اليورانيوم بنسبة 60% في فوردو، وفي منشأة ناتانز أصبحوا قريبين جدا من التخصيب بنسبة 90%، والذي سيمكنهم من التخصيب على مستوى الوصول للقنبلة النووية، والذي يعتبر خطرا كبيرا. الكل كان يتوقع أن يكون هنالك شيئا تجاه المنشآت النووية. ولكن الأمر المثير أيضا، يوم أمس كان هنالك دبلوماسي غربي صرح لرويترز وقال بأن الخط الأحمر مع إيران هو إذا ما وصلت في تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 90%، وفي ذلك الحين وذلك الوقت ستتوقف مسألة الدبلوماسية. بالتالي الخطوط الحمراء للولايات المتحدة واضح بأنها أصبحت واضحة. الآن إيران لو رفعت تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 70% أو 80% أو حتى 85%، لن يكون هنالك شيئا قادما، وأن باب الدبلوماسية مفتوحا بحسب هذا التصريح الذي ترونه الذي صدر يوم أمس. بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تستمر في تركيزها على مسألة التظاهرات وحقوق الإنسان وشحن السلاح الذي يستمر إلى روسيا كما نتحدث الآن. ما هو مثير فيما يتعلق بالاتفاقية النووية، فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم كان قد نشر له لقاء ليس رسميا مع أناس، مع حشد من الناس، كان يتحدث معهم حول العديد من الأمور، يلتقط الصور، يوقع على عدد من الأوراق أو عددا من الطلبات التي كانت تقدم له. وفجأة كانت هنالك إحدى المواطنات الإيرانيات على ما يبدو ووجهت له سؤالا وقالت له: لماذا لا تعلن عن نهاية هذه المفاوضات النووية أو نهاية الاتفاق النووي أو الاتفاق النووي بأنه قد مات؟ دعونا نشاهد هذا المقطع تحديدا لكي نطلع تماما عما جرى. البعض وجد بأن هذا المقطع مثيرا للسخرية، لأن الرجل أعلن عن هذا الأمر وبين ما يدور في ذهنه وما يدور في البيت الأبيض وفي أروقة البيت الأبيض حول الاتفاق النووي، بأن الاتفاق النووي قد مات، ولكنه قال بأننا لن نصرح به، يقصد على المستوى الرسمي، ولكنهم كانوا يصوروه. ويوضح طبيعة كيفية التعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران وكيف ينظرون لمسألة العودة للاتفاقية النووية. رغم كل هذه الظروف الصعبة إلا أن هنالك مؤتمرا قد عقد اليوم، مؤتمر بغداد الذي ترونه الثاني الذي عقد في المملكة الأردنية الهاشمية وتحديدا في البحر الميت. وكما تلاحظون هنا، إذا ما لاحظنا الشخصيات الحاضرة فهي مسألة مثيرة مع الموضوع الذي نتناوله اليوم، مع موضوع غلق المحادثات بين السعودية وبين إيران، وأيضا في نفس الوقت مسألة الاتفاق النووي والعودة إليه وعدم قدرة العراق في مسألة توسط المحادثات بجولتها السادسة بين البلدين. ستلاحظ فجأة بأن وزير الخارجية السعودية
الأمير فيصل بن فرحان هنا هو يقف بهذا الاتجاه، وأيضا وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان حاضر أيضا مع رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني، وأيضا جوزيف بوريل وهو مسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي. الرجل كانت لديه صولات وجولات حول مسألة العودة للاتفاقية النووية، لذلك من الممكن أن تكون هنالك بعض الانفراجات، بعض الاجتماعات التي هي تكون خلف الأبواب أو خارج نطاق الإعلام، من الممكن أن تكون قد حلت بعض التفاصيل. ولكن التظاهرات الإيرانية مستمرة، انزعاج الإيرانيين من التدخل السعودي عبر وسائل الإعلام كما هم يتحدثون هو مستمر ولم يتغير، وتظل الأسئلة كيف من الممكن للأمور أن تتطور في الشرق الأوسط في الفترة القادمة مع هذه التفاصيل.